محمد صلاح على المستوى الشخصي حبيبي، وانا ما اضحكش عليكي، انا لما كنت ماسك المقاولين العرب وما كانش لسه محمد صلاح جه النادي، يعني ما كانش جه النادي او كان لسه صغير قوي يعني. بعد كده انا سافرت فتره طويله، بس انا لما جيت مسكت منتخب مصر كان محمد صلاح معايا، فزادني بيه يعني صحوبيه، وهو ولد مهذب جدا. حتى في اخر نقوله كان في اخر معسكر هنا، انا بعت له عربيه من القاهره هنا اسكندريه في المعسكر بتاعه، مضى لي على تيشرت وبعته لي. العلاقه قويه، لكن ما بطلعش اقول ان محمد صلاح انا عملت وخليته يلعب مش عارف نجاح ايه. نجاح صلاح بقى ليه مليون اب تقريبا، صح كده؟ يعني وقلت له وقابلته وهو نازل عن منزل، وجهته وهو نازل عن منزل النادي، قلت له، وهو طالع على المطلع قلت له، وقلت له تعمل ايه. انا بسمع حاجات بعد اضحك يعني. محمد صلاح انا على المستوى الشخصي حبيبي، لكن انا ماليش اي بصمه عليه. محمد صلاح نادي المقاولين العرب وصله لغايه مطار القاهره. بعد ما محمد صلاح طلع الطياره وسافر قطعت علاقته بيه النادي خلاص. هو اللي طور نفسه، هو اللي عمل نفسه، هو اللي يمكن حضرتك سمعت البرنامج بتاعه، هو اللي اشتغل على نفسه وبقى ياكل ازاي وبقى يتمرن ازاي. وانا اخر مره في بطوله افريقيا اللي كان موجود هنا في بتاع، فكلمني قال لي كابتن، رحت الفندق، كان قاعدين في فندق عند المطار كده، كانت افريقيا اللي فاتت كانت في مصر هنا 2019، نزل جه وقعد معايا في اللوبي بتاعتي، كان هو احمد علي، ولقيت معاه واحد بسم الله ما شاء الله، بقول له مين ده؟ صلاح. قال لي ده الراجل بتاع الاحمال جايبه معايا عشان كده. فطبعا الحاجات دي طبعا عشان يوصل للمنزل اللي هو فيها دي محتاجه حاجات كتيره جدا. كفايه بقى كلام اللي انا عملته وانا سويته وانا وانا وانا، هو اللي عمل نفسه بنفسه ويشكر على ان هو اهتم بنفسه وكبر اسم بلدنا كتير قوي قوي في مجال الرياضه بوجود محمد صلاح في عالم الاحتراف. فبتمنى له التوفيق طبعا، هو انسان جميل جدا وخير جدا وعلى خلق عاليه جدا يعني، عشان كده ربنا بيكرمه. عندك في قطاع الناشئين بتتكلم مع الاولاد الصغيرين عن محمد صلاح اكيد، او حاطينه قصادهم، انت بتشوف ده من الناس او ولا حضرتك اللي بتطعم ده ليهم؟ اقول لحضرتك حاجه، انا مره كنت ماسك المقاولين العرب، كلمته قلت له يا صلاح انا عايزك تيجي تزورني في النادي، لازم الاولاد بتوع النادي يشوفوك. كنا في رمضان، والله كنا في رمضان. قال لي خلاص يا كابتن انا في اجازه وهجي لك بكره. قلت له بكره؟ جمعت كل اولاد النادي وما قلتلهمش، بس قلت الاداره، قلت لهم محمد صلاح جاي لي. انت لا تتخيلي اليوم ده كان عامل ازاي بجد، ربنا يزيده يعني. لا تتخيلي اليوم ده من لعيبه اولياء امور مدربين النادي إدارة النادي موظفين النادي ده كان عامل إزاي. مهرجان فرحان بمحمد صلاح. فطبعا كان بعديها كنت عامل اختبارات، تعرف حضرتك جالي كام واحد اختبارات على حس محمد صلاح جه النادي؟ 22,000. يا نهار أبيض، أنت لحقت تشوفهم طيب؟ لازم أشوفهم. بتوزعنا عندنا ملاعب، أيوه عندنا أربع ملاعب وعندنا أجهزة تدريبية كتيرة وعندنا مدربين. تعبنا من الساعه 8 الصبح، كنا بنروح بيتنا الساعه 10 11 بالليل لمده شهر. فبوري حضرتك دخوله بس النادي شوف عمل ايه. محمد صلاح الجمله اللي قلت لحضرتك عليها، اللي هو النهارده لازم نجتاز فرصه اولياء الامور عايزين ولادهم يلعبوا كوره، محمد صلاح ليه 80 90% من هذا السبب. صحيح، اللي هو كل اولادهم عايزين يشوفوا اولادهم محمد صلاح. طب احنا في رمضان 2022 نقابل كابتن علاء لبيل امتى تاني ويقول لنا انه عمل يعني نجم بحجم يعني مش عايز اقول بحجم محمد صلاح، بس نجم او نجوم كتير احترفت بره، امتى نقابلك تاني بعد قد ايه كده، تدينا مهله كده وتقول تعالوا لي بعد مثلا؟ ربنا يديك ويدينا العمر. انا اقول لك في خلال سنتين ثلاثه يبقى عندنا خامات كويسه قوي يعني، وحاجه تبقى حاجه ملفتة، حاجة موهبة جامدة جدا، نقدر ان احنا نتمنى ان هي تبقى زي محمد صلاح. طيب بما اننا في برنامج بره الاهلي،
علاقتك بقى بالاهلي.